مدرسة منارة السالم. النحو للصف الأول الثانوي كان وأخواتها أفعال ناقصة وتامة. عندنا أخوات كان، هي، كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ما دام، ما برح، ما انفك، ما زال، ما فتئ، ليس. هنا الأفعال دي كلها بتأتي على أحد وجهين، إما أفعال ناقصة وإما أفعال تامة. هناخد أول جزء وهي الأفعال الناقصة، يعني أفعال ناسخة لا تكتفي بمرفوعها، يعني لا تكتفي باسمها، وإنما بتحتاج إلى خبر يتمم المعنى. وهنا كان عندنا وأو أخواتها بمعنى التوقيت في الماضي، يعني حاجة حصلت في الماضي، كان في الماضي، أصبح في الماضي، أضحى في الماضي، كل هذه بيبقى بمعنى التوقيت في الماضي. مثال عندنا: اجتهد الطالب فكان النجاح نصيبه. هنا ذكر الخبر عشان خاطر يثبت لنا ان كان هنا فعل ماضي ناقص ناسخ، واللي جاء بعد منه اسم جاء كان، ونصيبه خبر ايه؟ كان. طيب ايه الوجه الثاني اللي بتيجي عليه وهي بتكون افعال تامه؟ هنا بتكتفي بمرفوعها، يعني هنا بتكتفي بالمرفوع بتاعها الذي يعرب فاعلا له، يعني بيجي بعد فعل، بعد كان هنا بيكون فاعل، بيعرب فاعل، وهنا بيتمم به المعنى، ولذلك فهي لا تحتاج إلى خبر، يعني هنا لا تذكر هنا خبر بعد الفاعل. فهنا الفاعل كان أو أخواتها اللي هيبقوا تامين بيكون بمعنى حصل أو تحقق، حاجة حصلت أو حاجة حقيقة تتحقق. عندنا المثال: اجتهد الطالب فكان النجاح. هنا كان فعل تام، تمام، هنا وجاء بعد منه كلمة النجاح، فثبتت لنا إن كان هنا تامة، لأن النجاح جاء بعد منها وكان بمعنى وكان إعرابه فاعل، وهنا عرفنا إن كان بمعنى تحقق النجاح. وعندنا بعض من الأخوات كان، هنعرف الفرق هنا ما بين إذا كانت ناقصة أو إذا كانت تامة. مثال: ظل الرجال واقفين، هتلاقي هنا ظل بمعنى التوقيت اللي الرجال فضلوا فيه واقفين، فهنا الاسم ظل هو الرجال والخبر واقفين. أما مثال: لو ظل التنازع لضعفنا، فهنلاقي إن ظل هنا بمعنى بقي، فهنا لو بقي التنازع لضعفنا فهنا اكتفت بالمرفوع بتاعها وهو الفاعل، وأصبح التنازع فاعل ظل. مثال آخر عندنا: أمسى الجيش منتصرا، فهنا التوقيت المقصود به في المساء، إن الجيش انتصر في المساء، فهنا الجيش أصبح اسم أمسى والخبر منتصرا خبر أمسى. أما عندنا المثال: لا تهمل عملك حتى تمسي، يعني هنا حتى تدخل في المساء، فجاء الفعل تمسي، جاء هنا تام، وكان اكتفت بالفعل بتاعها وهو ضمير مستتر. عندنا أفعال من الأخوات كان تأتي ناقصة دائما ولا تأتي تامة مطلقا، والأفعال هي ما زال، ما فتئ، وليس. عندنا الأمثلة: ما فتئ الخير يملأ الحياة، ليست المؤمنات كاذبات، ما زال الإسلام نوره صادع. وعندنا الأفعال: زال وبرح وفتئ وانفك، لا تكون ناقصة إلا إذا سبقت بنفي، يعني لازم يجي قبل منها نفي، مثل: من فك الأمل في قلوبنا، هنا انفك جاء قبل منها نفي فأصبحت ناقصة. من فكت العقدة، هنا أصبحت تامة. الفعل دائما لا يعمل عمل كان ناقصة إلا إذا سبق بماء المصدرية. كده ينتهي درسنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله.